قاعدة صم وإني. طبعا احنا عارفين ان صم وإني ادوات، إني للنفي وصم اثبات. صم معناها بعض، بتيجي في مكانين، جمل اثبات زي ما حضراتكم شايفين there is some water، there are some carrots. حطينا صم هنا وهنا علشان الجمل اثبات، مفيش نفي يعني. وحطينا طبعا هنا از علشان الوتر الميه ما بنعرفش نعدها، وهنا حطينا ار عشان الكاروتس بنعرف نعده. وبتيجي كمان مع العرض والطلب بكلمة would وكان. would ايه وكان؟ طبعا زي ما انتوا شايفين would you like some tea، هل ترغب او هل تريد بعض الشاي. can I have some coffee، يعني هل يمكنني ان اتناول بعض القهوة. طبعا انا هنا حطيت صم وهنا صم ليه؟ علشان الود والكان، وكمان علشان اللي بعديهم حاجة ما نعرفش نعدها، وينفع برضه اشيل الحاجة دي واكتب حاجة جمع، لان يعني صم بيجي بعديها جمع، حاجة جمع تعد او لا تعد. تمام. طيب يا مستر لو ما جاش جمع اعمل ايه؟ يعني مثلا زي الجملة دي would you like، تمام. طبعا في ناس هتجري تختار صم، اقولها غلط. ليه؟ لازم تبص على الكلمة اللي بعدها، دي apple تفاحة واحدة مفرد، ففي الحالة دي تبص لأول حرف، تمام. ده ايه؟ متحرك، فهناخد ان. طيب ولو حاجة زي كده would اهي، الناس هتجري تختار صم، اقولها غلط، لازم تبص كويس، دي بنانة واحدة، يبقى نختار A. ليه؟ لأن عندنا الحرف الأول ده ساكن. طيب كده صم خلصنا منها، ندخل على إن. إني معناها أي، بتيجي في الجمل الإيه؟ النفي، زي ما حضراتكم شايفين there isn't any milk، لا يوجد أي لبن. there aren't any oranges، لا يوجد أي برتقال. زي ما انتوا شايفين كده حطينا إني هنا وإني هنا علشان ده نفي وده نفي، في نطق أهي. طب انا استخدمت از علشان اللبن ما بنعرفش نعده، استخدمت ار علشان البرتقال بنعرف نعده، تمام كده. وكمان بتيجي في اي سؤال بس ابعد عن الود والكان. عندنا اهو سؤال is there any water، هل يوجد اي ميه. are there any books، هل يوجد اي كتب. احنا هنا طبعا استخدمنا اني هنا واني هنا علشان ده سؤال، وكمان استخدمنا از علشان الميه ما بنعرفش نعدها، واستخدمنا ار علشان الكتب بنعرف نعدها، تمام كده.